أهلا بكم مشاهدينا إلى العرب اليوم من التلفزيون العربي في لندن وفي aynı zamanda yakın dostum benim Cemal Bey. Ben Ankaralı yetkilileri haberdar ettik bu anlamda. Cemal Khashoggi, ihtifaun fi wadah an-nahar. The United States is terminating the 1955 Treaty of Amity with Iran. This is a decision. واشنطن تنهي معاهدة الصداقة مع طهران وتتهمها باستغلال محكمة العدل الدولية. Saudi Arabia, would you say they're rich? And I love the king, King Salman, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. ترامب يذكر مجددا لولا الدعم الأمريكي لما بقي العاهل السعودي في السلطة. And Japan is gonna also. تيريزا ماي تدعو حزبها لاتخاذ موقف موحد في مواجهة بريكزيت. وقبل ذلك هذه مجموعة من الأخبار مشاهدينا. أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا سراح صلاح ومدين ابني الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اللذين كانا محتجزين منذ مقتل والدهما في كانون الأول ديسمبر الماضي. وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أنه تم إطلاق سراحهما بموجب قرار عفو من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشط. أعلنت السلطات المصرية مقتل 15 مسلحا في تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش شمالية سيناء. وقالت الداخلية المصرية إن المسلحين كانوا يخططون لشن هجمات على قوات الأمن في الأيام القادمة. وأضافت أن قوات الأمن فككت عبوتين ناسفتين وصادرت أسلحة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية ستغادر سوريا عندما تنتهي الحرب إذا طلبت الحكومة السورية منها ذلك. كما أكد بوتين خلال تصريحات في مؤتمر للطاقة في موسكو أن على جميع القوات الأجنبية مغادرة سوريا عندما تتوقف الأعمال العدائية على حد تعبيره. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سلاويسي بإندونيسيا إلى 4007 قتلى مع صعوبة العثور على ناجين. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 200,000 شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة. أعلنت الشرطة الفرنسية أنها ألقت القبض على رجل العصابات رضوان فايد الذي فر من السجن في الصيف الماضي في طائرة مروحية، وقالت إنها اعتقلته في بلدة شمال باريس. وكان فايد يقضي عقوبة السجن 25 سنة بعد جريمة سطو مسلح أدت إلى مقتل شرطية عام 2010. منحت جائزة نوبل للكيمياء إلى الأمريكية فرانسيس إتش أرلوند ومواطنها جورج سميث والبريطاني غريغوري وينتر لأعمالهم في مجال التطور الموجه والأجسام المضادة التي سمحت بتسخير مبادئ نظرية التطور لأغراض علاجية وصناعية. ونالت أرلوند نصف الجائزة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، فيما منح نصفها الآخر إلى سميث ووينتر. نفت خطيبة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ما ذكره مسؤول سعودي عن مغادرته قنصلية المملكة في اسطنبول، مؤكدة أنه فقد داخلها.
ذلك ما أكدته أيضا الرئاسة التركية في بيان ورد قبل قليل، حيث ذكر إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خاشقجي لا يزال داخل قنصلية المملكة في اسطنبول. وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤول سعودي قوله أن التقارير التي تحدثت عن اختفاء خاشقجي كاذبة، فيما أكد مسؤولان تركيان لرويترز أن خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال شخصان مقربان من خاشقجي الذي غادر السعودية إلى الولايات المتحدة العام الماضي خشية العقاب بسبب آرائه إنهما يشعران بالقلق بشأنه بعدما لم يخرج من القنصلية السعودية في اسطنبول يوم أمس. من جهته قال توران كسلاكجي وهو صديق خاشقجي ويترأس جمعية تركية عربية للصحفيين إنه اتصل بالسلطات التركية التي أكدت له أنها تتابع القضية عن كثب. نحن متأكدون أنه محتجز في داخل القنصلية ما لم يكن بها نفق. جمال صحفي معروف يكتب في صحيفة واشنطن بوست ينتقد سياسات السعودية ولم تكن لديه أي مشاكل جدية مع الملك. من أمام القنصلية السعودية في اسطنبول ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. عدنان، السعودية تقول إن خاشقجي خرج وتركيا تقول إن خاشقجي لم يخرج، بداية أزمة بين البلدين؟ ربما وائل، في أول تصريح رسمي يصدر من الحكومة التركية قبل قليل المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أكد أن المعلومات التي لديهم تفيد بتواجد جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية هنا في اسطنبول. المتحدث باسم الرئاسة قال أنه يوجد على عاتق تركيا قوانين دولية ويأمل في التوصل إلى حل قريب، وهناك اتصالات دبلوماسية أكدها كالين بين المسؤولين الأتراك والسعوديين من خلال وزارة الخارجية وأيضا مديرية الأمن هنا في اسطنبول، ربما للتوصل إلى حل لإطلاق سراح جمال خاشقجي التي أكدت السلطات التركية ولأول مرة تواجده داخل القنصلية السعودية هنا في مدينة اسطنبول. طبعا هناك تعتيم كامل من قبل مسؤولي القنصلية حول تواجد جمال خاشقجي. القنصلية تتحدث عن دخوله إلى مبنى القنصلية يوم أمس عند تمام الساعة 1 ظهرا وخروجه بعد ذلك خارج مبنى القنصلية، لكن خطيبة جمال خاشقجي السيدة خديجة أكدت أنه دخل ولم يخرج من داخل مبنى القنصلية، وهي تقوم باعتصام منذ يوم أمس أمام مبنى القنصلية في انتظار الإطلاق سراحه من قبل مسؤولي القنصلية هنا في مدينة اسطنبول. طبعا السيدة خديجة كانت قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى السلطات التركية للتحقيق في حادثة اختفاء جمال خاشقجي، وبالفعل تم على الفور منذ يوم أمس التحقيق في هذه الحادثة. قبل قليل وائل كان هناك أمر لافت حدث هنا أمام مبنى القنصلية السعودية، لأول مرة حضر بعض رجال الأمن بالزي المدني وتحدثوا مع أمن القنصلية هنا في مدينة اسطنبول، وأحد عناصر الأمن شاهدناه كان قد دخل إلى داخل مبنى القنصلية، والآن هناك سيارة تابعة لرجال الأمن الأتراك تتواجد أمام القنصلية السعودية هنا في مدينة اسطنبول. ربما حتى هذه اللحظة المساعي الدبلوماسية التركية جارية للتوصل إلى حل عن طريق الحوار بين وزارة الخارجية التركية من جهة ونظرائهم السعوديين من جهة أخرى. الكل في يترقب عن ساعة إطلاق سراح جمال خاشقجي التي كما ذكرت أكدت السلطات التركية تواجده داخل. طيب عدنان، هل هذا يعني كلام إبراهيم كالين قبل قليل أن تركيا لا تصدق الرواية السعودية بأن جمال خاشقجي خرج من القنصلية؟ وأيضا وأكثر من ذلك، هل تركيا الرسمية الآن تعتبر المواطن السعودي جمال خاشقجي معتقل مختطف من قبل القنصلية السعودية في اسطنبول؟
وائل، في الحقيقة الحكومة التركية تتعامل بحذر شديد مع هذه القضية منذ يوم أمس إلى قبل نحو ساعة من الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل السلطات التركية باستثناء ربما تشعر بالحرج أدلى به إبراهيم كرم في إجابة لسؤال أحد الصحفيين في أنقرة حول هذه القضية، ربما تحاول قدر الإمكان حل هذه القضية بعيدا عن وسائل الإعلام وبعيدا عن التصعيد الدبلوماسي. كما فهمنا من كلام كرم هناك قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة بين الطرفين، وقال أنه يأمل في التوصل إلى حل قريب، مؤكدا أن هناك قوانين ملقاة على عاتق الحكومة التركية ويتوجب احترامها، ولم يذكر تفاصيل أكثر من ذلك. ربما حتى هذه اللحظة هناك جهود تركية سرية للتوصل إلى حل دون تصعيد إعلامي، دون تصعيد سياسي، ربما للتوصل والتمكن من إطلاق سراح جمال خاشقجي. شكرا جزيلا عدنان جان من أمام القنصلية السعودية بمنطقة بشكتاش باسطنبول، شكرا لك. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده أنهت معاهدة الصداقة مع إيران التي تعود إلى عام 1955. بومبيو شن هجوما جديدا على إيران إذ اتهمها بأنها مصدر التهديد الحالي للبعثات الأمريكية في بغداد والبصرة بالعراق، وفيما يتعلق بالدعوة التي رفعتها طهران ضد واشنطن أمام المحكمة الدولية محكمة العدل الدولية بخصوص العقوبات الأمريكية الجديدة، قال بومبيو إن إيران تستغل المحكمة لأغراض سياسية، وإن ما تقوم به طهران إنما هي جهود لمواجهة العقوبات الأمريكية. أعلن أن الولايات المتحدة قررت فسخ معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران عام 55. هذا قرار كان ينبغي أن يتخذ قبل 39 عاما. إيران استغلت محكمة العدل الدولية وتقدمت في يوليو الماضي بشكوى ضد الولايات المتحدة في تحدي واضح لقرارنا إنهاء العمل بالاتفاق النووي، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وهي ضرورية لحماية أمننا القومي. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رافد جبوري. رافد، استمعنا الآن إلى جزء من تصريحات مايك بومبيو، ماذا في تفاصيل هذه التصريحات المتعلقة بإيران؟ ريما، التفاصيل تأتي طبعا تصريحات بومبيو بعد يعني قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوة التي رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة. يعني أطروحة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في التعليق على يعني القرار، قرار محكمة العدل الدولية والعلاقات مع إيران، يعني كانت بالشكل الآتي. هو ابتدأ بالساحة العراقية، ابتدأ بما قال أنه إيران في الساحة العراقية تشكل مصدر الخطر أو مصدر التهديد على أمريكا في العراق. تحدث عن قراره بإخلاء القنصلية الأمريكية في البصرة في العراق، وقال أنه يعني جاء يعني بعد تشخيص وجود تهديد إيراني، بحسب طبعا وزير الخارجية الأمريكي للقنصلية، وكذلك الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد في العراق. إذن تحدث يعني بالتفصيل عن الساحة العراقية، وجدد تحذيراته السابقة لإيران بعدم استهداف أمريكا في العراق سواء مباشرة أو عن طريق المجاميع العراقية المرتبطة بها. ثم تحول للكلام عن قرار محكمة العدل الدولية، ابتدأ بالاحتفاء بما رأى أنه يعني رفض لمطالب إيران بقرار محكمة العدل الدولية، هكذا تحدث مايك بومبيو. ثم يعني في التفاصيل أبدى امتعاضه من قرار محكمة العدل الدولية بأن تنظر أصلا في الدعوة، قال أنه يأسف لأن المحكمة يعني لم تقل بأنها غير مختصة أو أن هذه الدعوة لا تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها. وفيما يتعلق طبعا بجوهر قرار محكمة العدل الدولية، الموضوع الإنساني، موضوع يعني رفض أو الدعوة إلى عدم وضع عقوبات على إيران لأسباب إنسانية، قال أن الولايات المتحدة تراعي الظروف الإنسانية بشكل شامل في العقوبات المفروضة على إيران. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا رافد جبوري.
وفي طهران رحبت الخارجية الإيرانية بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بتعليق العقوبات الأمريكية التي تستهدف السلع لأغراض إنسانية والمفروضة على إيران، بوصفها إشارة واضحة إلى أن إيران محقة. من جهتها نددت الولايات المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية واصفة القرار بأنه لا قيمة له وأن المحكمة لا تملك سلطة قضائية. محكمة العدل الدولية بتت في دعوى إيران ضد العقوبات الأمريكية عليها بما عدته طهران نصرا لها. الحكم الذي أصدرته هيئة من 15 قاضيا يأمر الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على إيران في المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني. ترى المحكمة أن الولايات المتحدة يجب أن تزيل بوسائل من اختيارها أي عقبة تطرأ نتيجة الإجراءات المعلنة في 8 مايو عام 2018 بموجب التزاماتها في إطار معاهدة الصداقة لعام 1955. الحكم حدد سلعا وخدمات يجب تجنيبها العقوبات مثل الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والسلع الزراعية وخدمات الضمان والصيانة والتفتيش اللازمة لسلامة الطيران. رئيس المحكمة دعا واشنطن وطهران إلى وقف إجراءاتهما المتبادلة. على الطرفين الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو توسيعه أمام المحكمة أو يزيد من صعوبة حله. وزارة الخارجية الإيرانية رحبت بالقرار قائلة إنه يثبت أنها على حق وأن العقوبات الأمريكية قاسية وغير قانونية. الحكم على الرغم من إلزاميته وقيمته بصفته نصرا معنويا لطهران، فإنه لا يبدو أنه سيحمل أثرا فعليا في ظل غياب أي سلطة لإنفاذه والتجاهل الأمريكي والإيراني لقرارات سابقة صدرت عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة. ونبقى في شأن الإيراني، إذ دعت طهران إلى إجراء محادثات مع باريس لإزالة ما عدته سوء تفاهم وخطأ بعد اتهامات السلطات الفرنسية للحكومة الإيرانية باعتداء تم إحباطه على حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بالقرب من باريس. وفي مقابلة مع وكالة فرانس بريس نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي مجددا الاتهامات الفرنسية. وكانت باريس قد أعلنت تجميد أصول شخصين، أحدهما دبلوماسي إيراني موقوف في ألمانيا وإدارة في وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعدما اتهمتهم بالوقوف وراء محاولة اعتداء تقول السلطات الفرنسية إنها أحبطتها في حزيران يونيو. هذا ووصف المتحدث الإيراني الاتهامات الفرنسية بأنها محض سوء تفاهم. عندما يكون أساس المنطق خاطئا وليس هناك سوى ادعاءات من غير المفيد ومن غير المجدي، بناء فرضيات أخرى على هذا التأكيد. إننا نرى أن بعض الدوائر لا تروق لها علاقاتنا مع الأوروبيين ولا بقاء إيران في الاتفاق النووي ومواصلة تعاونها الاقتصادي. من طهران ينضم إلينا مراسلنا حازم كلاس، ومن باريس ينضم إلينا مراسلنا محمد الحاجي. أهلا بكما. أبدأ معك يا حازم، بالنسبة لتصريحات بومبيو، هل من تعليق رسمي على هذه التصريحات؟ نعم ريما، في الواقع حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق على انسحاب أمريكا أو إعلان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو انسحاب أمريكا من معاهدة الصداقة أو معاهدة المودة والعلاقات الاقتصادية والقوانين القنصلية بين البلدين التي تعود إلى عام 1955. ولكن بالمجموع مختلف التصريحات الإيرانية
الإيرانية من تغريدة وزير الخارجية الإيراني إلى معاونة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والحقوقية، وكل التصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين تنظر إلى هذه إلى قرار محكمة لاهاي على أنه نصر دبلوماسي ونصر قانوني لإيران، يضاف إلى سلسلة من القرارات الصادرة عن مرجعيات دولية كتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم نجاح محاولات أمريكا في مجلس الأمن الدولي وفي الأمم المتحدة، وإضافة إلى كل هذا أن هذا القرار يعني يدعم الموقف الأوروبي كما يدعم الموقف الإيراني في المحافظة على الاتفاق النووي وعدم شرعية عودة أمريكا إلى العقوبات التي عادت وفرضتها مجددا بانسحابها من الاتفاق النووي. نعم، طب سأعود إليك بشأن الموقف الفرنسي وأيضا طلب إيران للسلطات الفرنسية بالإفراج عن دبلوماسي إيراني. أنتقل إلى محمد الحاج. محمد، ماذا في جديد قضية الاعتداء الفاشل قرب باريس، وماذا أيضا إذا كان هناك رد من قبل السلطات الفرنسية على الطلب الإيراني؟ نعم مريم، 4 وزراء فرنسيين، الخارجية والداخلية والاقتصاد والدفاع، انتقدوا إيران بشدة في 24 ساعة الأخيرة. فلورنس بارلي وزيرة الدفاع قالت بحضور جيمس ماتس وزير الدفاع الأمريكي، قالت بأن برنامج إيران الباليستي مقلق وأن تطورها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط مقلق جدا. قبل دقائق وصلنا بيان الخارجية الفرنسية، لأن وزير الخارجية حاليا متواجد في أمريكا في واشنطن، التقى بومبيو، جاء في البيان الذي كتبته الآن: نشاطر واشنطن نفس القلق حيال نفوذ إيران في المنطقة، وأيضا حيال عدم ودعوها إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني. إذن هناك فعلا صفحة جديدة في العلاقة بين فرنسا وطهران. أسئلة كثيرة تسأل، الصحافة الفرنسية سألت قبل أيام، انتقدت تطور الجمعيات الإيرانية في نشر التشيع داخل المسلمين في فرنسا. هناك أسئلة عديدة تسأل، ما مصلحة إيران في أن تفتح على نفسها باب جهنم كما قيل، بأنها كانت الآن في مرمى نيران التصريحات ترامب؟ لماذا تريد أن تسيء العلاقة مع فرنسا التي حاولت يعني تدافع عن برنامج إيران، والتي أيضا تعرضت للانتقاد من واشنطن لأنها دافعت عن إيران؟ يبدو أننا أمام تحول محمد في كثير من الأدلة حول نعم في العلاقة الفرنسية الإيرانية كما ذكرت. أسأل حازم، بالنسبة لموقف الفرنسي، هل كان مفاجئا بالنسبة لإيران؟ إيران تقول لنجلس ونتحدث، ويبدو أن هناك نوع من المهادنة تجاه الموقف الفرنسي. نعم ريما، في الواقع يعني الموقف الإيراني يمكن وصفه بأنه محاولة لفصل الملفات بعضها عن بعض. تحاول إيران القول أن هذا الملف تحديدا لا يجب أن يؤثر على العلاقات الإيرانية الفرنسية وعلى العلاقات الإيرانية الأوروبية عموما، خاصة في هذه المرحلة التي تتبنى فيها الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي ومن بينهم فرنسا سياسة الحفاظ على الاتفاق النووي، تقف في وجه الإدارة الأمريكية إلى جانب إيران للحفاظ على الاتفاق النووي. لذا إيران تقول أن لابد من فصل هذه الملفات بعضها عن بعض. آخر لقاء كان جمع بين الرئيس الإيراني والرئيس الفرنسي كان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، دار الحديث حول الاتفاق النووي وحول الرؤية الفرنسية المتعلقة بالدور الإيراني في المنطقة. هناك بعض الأفكار والآراء التي تطرحها الإدارة الفرنسية فيما يتعلق بالدور الإيراني في المنطقة تختلف ربما مع إيران في نقاط وتتفق معها صحيح. في أخرى لكنها ترى بحسب الرؤية الإيرانية أنهم يجب أن يجلسوا إلى الطاولة لحل كل هذه شكراً المشكلات. جزينا لك. ولكن في هذا الملف تحديدا اليوم قالت معاونة الرئيس الإيراني للشؤون الحقوقية أن هذا الملف يتابع من الناحية القانونية مع الجهات الفرنسية. تمام، شكرا جزيلا لك مراسلنا حازم كلاس من طهران، كما أشكر مراسلنا محمد الحاجي من باريس. العربي اليوم متواصل معكم مشاهدينا من التلفزيون العربي في لندن، نتابع بعد الفاصل.
And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. ترامب يذكر مجددا لولا دعمنا ما بقي العاهل السعودي في السلطة. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملك السعودية قد لا يبقى لأسبوعين دون دعم عسكري أمريكي. وخلال مؤتمر انتخابي حاشد الليلة الماضية في ولاية ميسيسيبي أضاف ترامب أن على الملك سلمان أن يدفع مقابل الدعم الأمريكي لجيشه في محاولة للضغط على حليفه السعودي بشأن أسعار النفط. وكانت آخر مرة أجرى فيها ترامب والملك سلمان مكالمة هاتفية يوم السبت الماضي. نحن نحمي المملكة العربية السعودية، هل يمكنكم القول إنهم أغنياء؟ أنا أحب الملك، الملك سلمان، لكنني قلت له ملك، نحن نحميك، قد لا تكون هناك لأكثر من أسبوعين بدوننا، عليك أن تدفع لجيشك، عليك أن تدفع. معنا من واشنطن جو معكرون الباحث في المركز العربي هناك. جو، صار ترامب في كل تجمع انتخابي في ربما أكثر من ولاية يكرر هذه اللازمة، ادفعوا ومن دوننا لن تبقوا في السلطة، لماذا برأيك هذا التكرار الصارخ؟ يعني حين نستمع إلى ترامب من الصعب أن يعني ننظر هناك فعلا استراتيجية كبيرة. حين يكون أمام جمهوره دائما يحاول أن أمام قاعدته يحب دائما أن يصور أنه الرجل القوي القادر على حماية الخلفاء الذي يحصل على يعني على مفاوضات أفضل من ترامب. فبالتالي هذه المسألة ليست جديدة. أوباما تحدث عن الفري رايدر بشكل علني، الآن أيضا ترامب. فبالتالي يعني جزء منها هي من استعراض القوة على الحلفاء، جزء منها هي من عدم قدرة السعودية على الرد. يعني على سبيل المثال لو قالت كندا نفس الكلام لكان هناك يعني ربما هجوم سعودي كبير كما حصل في البيان العادي الذي صدر في قضية لحقوق الإنسان. فبالتالي هذا من جهة ينظر إلى دينامية العلاقة الحالية بين أمريكا والسعودية وغيرها من الحلفاء العرب، حيث هناك تردد في تحدي أمريكا، وأيضا نظرة من أمريكا أن لديها هي سياستها، يعني أن هي تحمي حلفائها لكن بالمقابل. نعم، ولكن كان هذا دائما جود، يعني الولايات المتحدة كانت دائما تحمي حلفائها سواء في الخليج أو في اليابان وكوريا الجنوبية وفي أوروبا، لكن لم يكن هذا الأمر بهذه الفظاظة بين قوسين. لماذا لا يبدو أن دونالد ترامب لا يلقي بالا لمشاعر هؤلاء الحكام، لموقفهم أمام شعوبهم، وكأنما يتعمد إهانتهم علنا؟ صحيح، يعني هذا الأمر بدأ منذ الركود الاقتصادي، بدأت هذه النظرة في واشنطن، لكن مع ترامب يعني ليس هو يعني أصبح معروفا، ليس تقليدي، لا يهتم يعني بمشاعر أو بحساسية أو بسيادة ربما دول أخرى، ويكون الأمور مثل ما هي. يعني يتحدث ذلك في الداخل، تحدث عن التي اتهمت مرشح المحكمة العليا سخر منها بالأمس. يعني هو لا يهتم، لديه أسلوب يحب أن يظهر بهذه الطريقة للأسف. نعم. طيب. دون أن يأخذ حساسيات دبلوماسية أو غيرها. طيب. وطبعا ليس هناك كان رد سعودي لتغيير هذا ما كنت أسألك عنه باختصار لو سمحت جو. هل تتوقع أن يصل الأمر ببلد أو دولة مثل السعودية أن تقول طفح الكيل وعلى ترامب أن يتوقف عن استعمال عبارات بهذا الشكل؟ يعني لأن ترامب لا يمكن التنبؤ بردة فعله، هناك حذر من كثير من الدول منها العربية بعدم الدخول بمواجهة معه. فبالتالي أعتقد لأن هناك مصالح أكبر لسيما مع إيران، لسيما في موضوع قضايا أخرى، قد يتجنبون وينظرون إليها كأنها قضية للاستهلاك الداخلي وليس الخارجي. فبالتالي نظرا لوضع الحكم الآن في السعودية سيحاولون تفادي هذه المواجهة في المدى المنظور. شكرا جزيلا جو معكرون الباحث في المركز العربي بواشنطن.
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلغي زيارتها إلى إسرائيل في حال تم هدم قرية الخان الأحمر قبل الزيارة. هذا ومن المقرر أن تبدأ المستشارة الألمانية زيارة رسمية إلى إسرائيل مساء اليوم وتستمر حتى مساء غد الخميس لترأس اجتماع مشترك للحكومتين الإسرائيلية والألمانية. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إسرائيل ستمتنع عن هدم قرية الخان الأحمر خلال زيارة ميركل لتفادي حدوث توترات سياسية. من القدس ينضم إلينا مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، هل فعلا الأخبار يمكن تأكيدها أن ميركل قد تلغي الزيارة إلى إسرائيل بحسب ما تنقل الإذاعة الإسرائيلية؟ يعني ميركل وصلت قبل قليل إلى إسرائيل وستستغرق هذه الرحلة حوالي 24 ساعة في المنطقة، وكان هناك حديث عن الإذاعة الإسرائيلية بأنها سوف تلغي ميركل زيارتها إن تم هدم الخان الأحمر، ولكن الناطقة باسم السفارة الألمانية في تل أبيب نفت هذه التصريحات على الرغم من تداولها بشكل كبير لا سيما على صعيد الإعلام الإسرائيلي الذي تطرق إلى هذه القضية وركز عليها بأن ميركل ربما تلغي الزيارة. ميركل وصلت لأنه هي في الطريق الآن من تل أبيب إلى مدينة القدس، وسيكون يعني بعد قليل ستجتمع مع نتنياهو على مأدبة عشاء في مكتب وفي ربما تطلب منه عدم هدم القرية مثلا. أحمد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعني ملف الخان الأحمر هو ملف موضوع على الطاولة لا سيما مع زيارة ميركل، هو من القضايا التي ستناقشها أنجلينا ميركل مع بنيامين نتنياهو كملف الخان الأحمر، ملف التصعيد على قطاع غزة، الملف النووي الإيراني، وأيضا سياسة إسرائيل في مناطق سي في الضفة الغربية. اليوم كانت رسالة من أطفال الخان الأحمر وأطفال مدرسة الخان الأحمر أو ما يعرف بمدرسة الإطارات، توجهوا برسالة إلى المستشارة الألمانية طلبوها بالضغط على إسرائيل للتوقف عن هدم تجمع الخان الأحمر، وسلموا هذه وتظاهروا يعني أمام مبنى القنصلية الألمانية في رام الله، وهناك دعوات من الفلسطينيين ومن المسؤولين الفلسطينيين بضرورة ضغط المستشارة الأمريكية على الإسرائيليين من أجل التوقف عن هدم تجمع الخان الأحمر البدوي الذي يقع شرق القدس. هو ملف من المتوقع أن يؤثر وأن يتم الحديث عنه في هذه الزيارة وأن يأخذ حيز بهذه الزيارة، ولكن يعني المشكلة هنا بأن القرار وقرار هدم تجمع الخان الأحمر هو قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وعلى الرغم من أن ما قامت به الدول الأوروبية ومنظمات دولية في وقت سابق من دعوات إسرائيل إلى وقف الهدم إلا أن حتى الآن لم تستجب إسرائيل إلى الطلب بوقف الهدم، وانتهت المهلة قبل 3 أيام، المهلة التي منحتها الإدارة المدنية لأهالي تجمع الخان الأحمر بهدم التجمع. حتى الآن نية إسرائيل واضحة بهدم التجمع ولا تراجع عنه. شكرا لك أحمد جرادات مراسلنا في القدس. دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حزب المحافظين إلى رص صفوفه واتخاذ موقف موحد من أجل إنجاح مفاوضات البريكزيت في ختام مؤتمر الحزب، مع إعرابها عن تفاؤلها على الرغم من الشكوك المحيطة بهذا الملف الساخن. وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي واجهتها من داخل حزبها بشأن استراتيجيتها، ظلت تيريزا ماي متمسكة بخطتها التي قالت إنها تصب في المصلحة الوطنية وتحترم نتيجة استفتاء عام 2016. متمايلة على أنغام أغنية الملكة الراقصة، تدخل تيريزا ماي قاعة مؤتمر حزب المحافظين المنعقد في مدينة برمنغهام. رقصة ملكة الحزب الأزرق رسمت بسمة في محيى أنصارها من الحضور بعد أن عبثوا لفترة طويلة وهم يرون مملكة تواجه خطر الدخول في نفق مظلم قبيل شهور قليلة من طلاقها مع التكتل الأوروبي. رقصة ماي بعثت عبرها برسالة طمأنة إلى مناصريها ومهدت لخطاب حماسي تحدى كل مشكك في خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي. وكما كان متوقعا، حمل خطاب ماي دفاعا شرسا عن خطة تشيكرز التي قالت إنها تحمل للبريطانيين مستقبلا واعدا.
أنا أؤمن بشدة بأن أفضل أيامنا تسبقنا وأن مستقبلنا مليء بالآمال. خطاب تحدى بهدوئه عاصفة الانقسام التي ضربت الحزب العتيد، ولم يعر اهتماما للانتقادات اللاذعة التي ألقاها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي لا يخفي طموحاته في زعامة الحزب. هذا هو اقتراحنا، استعادة السيطرة على حدودنا والقوانين والمال، جيد للوظائف، جيد للاتحاد، ويعطي للاستفتاء حقه على الاستفتاء، ويحافظ على الثقة مع الشعب البريطاني، إنه يصب في المصلحة الوطنية. قد يكون التأييد الذي حظيت به ماي في ختام مؤتمر حزب المحافظين قد غطى بعض الشيء على الانقسام الحاد الذي شهدته أروقة المؤتمر، لكنه لم يحجب الإحباط المتنامي لدى بعض أنصارها والذين يقولون علنا إن الحزب فقد البوصلة مع دخول محادثات الانفصال مرحلة الحسم. هشام أيهوبي، التلفزيون العربي، برمنغهام. معنا في الاستوديو السيد طارق للنعيمات الكاتب الصحفي. سيد طارق، أهلا بك. شاهدنا تيريزا ماي وهي تدخل إلى قاعة المؤتمر وهي ترقص منتشية منتصرة، هل هذا انتصار فعلي لتيريزا ماي وهل هذا يؤمن لها البقاء في رئاسة الحكومة؟ يعني هي الرقصة تحمل رمزية التظاهر بالثقة. ماي في مشكلة عميقة باتجاهين، اتجاه الحزب اللي هو حزب الأغلبية، حزب الأغلبية البسيطة حتى وليس الأغلبية الكثيرة، ومسار البريكزيت المتعثر، وعلى الأغلب يعني هناك توقعات كثيرة أن يكون هناك اتفاق، وما يعني ذلك مأزق سياسي جديد تدخله بريطانيا هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. بالنسبة للمعركة الداخلية داخل حزب المحافظين، أن هناك مشكلة في الزعامة. هناك متحفزين من صقور البريكزيت يمثلهم طبعا جونسون، نعم، وزير الخارجية السابق، وهنا يحاول التحفز للقفز على زعامة الحزب للتحجج أن ماي كانت ضعيفة أمام الاتحاد الأوروبي وخطة وزيرها تشيكرز للبريكزيت كانت ضعيفة وغير واقعية، وهذا لم يصوت عليه البريطانيون باتجاه بريكزيت يسمونها مشدد أو متشدد. مؤتمر حزب المحافظين الذي اختتم اليوم في برمنغهام، هل نجح في انتصار أو جناح الذي تمثله تيريزا ماي؟ هل تهديد الجناح اليميني المتشدد بوريس جونسون ديفيد ديفيز انتهى في هذا المؤتمر؟ بالحقيقة لا، لم تحسم المعركة ولن تنتهي المعركة، لأن الآن ما الذي يفعلهم أو صقور الحزب المحافظين الذين هم دفعوا لموضوع البريكزيت، الآن الذي يفعلونه محاولة الانتظار للشهرين القادمين الذين سيكون حاسمان في نوفمبر، سيكون شبه الموعد أو الفرصة الأخيرة لبريطانيا للمفاوضات البريكزيت، سيقبلها الاتحاد ستنجح أم لا. ولذلك يتحفز الصقور الآن خلال خطاب بوريس جونسون يعني الأخير الأمس بالضبط، الذي قال فيه أنه يعني ولكنه لم يقدم بديلا عن خطة ماي، هو أصلا هاجم تشيكرز لكنه لم يقدم البديل. هو هذا الاستراتيجية جونسون ومتشددين الحزب، هم قالوا يعني هم البديل تبعهم أنه هو خطاب تيريزا ماي 2017، خطاب تيريزا ماي 2017 نعم، يقترب كثيرا من منطق المتشددين تجاه بريكزيت، أننا لا نريد، نريد اتفاقيات ما يسمونها مصلحة بريطانيا، والحقيقة أن هذا مفهوم فضفاض. يعني هي القصة كلها أنه ركوب على الغضب الذي ينتاب الطبقة الوسطى ويسمونها ضاهة الرجل الأبيض الغاضب التي قادت للبريكزيت. هناك طبقة عاملة حست أنها ظلمت من خلال فجوة الرواتب وحست أنه في مشكلة بالسياسات الاقتصادية، كانت تبحث عن شيء تلومه، فتوجه البريكزيت لوم المهاجرين، لوم الطبقة الاستابليشمنت، يعني في كل اتجاهات تلك. الآن هذول ركبوا يعني هذا التيار وحاولوا أن يستفيدوا منه سياسيا، هم صقور الحزب المحافظ واليوكيب يعني حزب الاستقلال الذي حاول أن يلعب على هذا الوتر. هو كل بريكزيت أصلا لا يوجد له، اتضح لاحقا أنه فقط حالة غضب، ولكن حالة الغضب ما تبعها أي خطة، هي فقط احتجاج، ولكن هذا الاحتجاج عام ومن دون أي تفاصيل ومن دون خطة. هم يقولون لا نريد أن نخذل الناخب للبريطاني، طيب ما هو البديل؟ يقولون نريد أن نصل لصفقة تشبه صفقة كندا مع تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا شيء مستحيل، لأنه كندا مكثت على الأقل 8 سنوات تفاوض على كل
بند لكي تصل لاتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لك سيد طارق، الكاتب الصحفي طارق نعيمات. نتابع بعد الفاصل. الفائزان بجائزة نوبل للطب يحدثان ثورة في علاج السرطان. شكل انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية وتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة سقوطا قاسيا للقطبين السياسيين في بغداد وكردستان. وللمرة الأولى منذ إجراء أول انتخابات تعددية في العراق عام 2003 يتم تكليف رئيس وزراء من خارج حزب الدعوة بتشكيل الحكومة. وفي الوقت نفسه سجل الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب الكردية خسارة كبرى، وحاول مسعود بلزاني سحب بساط رئاسة الجمهورية من تحت منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن تلك المعركة انتهت بفوز برهم صالح بالضربة القاضية. وإشارة إلى المادة 70 بالدستور، يكون المرشح الفائز هو الدكتور برهم صالح قاسم رئيسا لجمهورية العراق. قبل انتهاء المهلة الدستورية بساعات تمكن البرلمان العراقي وأخيرا من تجاوز عقدة انتخاب رئيس للجمهورية بإجماع ثلثي النواب على اختيار برهم صالح مرشحي حزب الاتحاد الوطني في الجولة الثانية من الاقتراع السري دون منافسة تذكر من خصمه فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. الرئيس المنتخب حرص في خطابه الأول على تقديم هويته العراقية قبل انتمائه العرقي للقومية الكردية. أريد أن أكون واضحا وصريحا، أعني الالتزام بهذا القسم. مرجعيتي في العمل ستكون الالتزام بهذا الدستور وأن أكون رمزا لوحدة العراقيين. ولكن ليلة انتخاب الرئيس لم تنتهي، فما أن غادر مبنى البرلمان حتى سارع رئيس الجمهورية بتكليف المرشح التوافقي لمنصب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمهام تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما شكل علامة فارقة في إتمام الاتفاق السياسي الذي كان غائبا منذ إجراء الانتخابات النيابية قبل 5 أشهر مضت. حصلنا يوم أمس على حكومة كاريزمات متمثلة بالسيد برهم وبالسيد عادل عبد المهدي، وبالتالي أيضا لاحظنا أن النواب استطاعوا الخروج من هيمنة زعماء الكتل السياسية وعباءة الكتل المنتجة لهم، وبالتالي كان هنالك قرارا وطنيا أنتج لنا شخصيات كاريزما أو حكومة كاريزما قادمة إن شاء الله. وبهذا ما يزال أمام رئيس الوزراء الجديد مهلة 30 يوما لاختيار التشكيلة الحكومية من بين مرشحي الأحزاب، فيما تعهد عبد المهدي بحكومة قادرة على تصحيح أخطاء الحكومات السابقة. رغم أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مرشح من خارج الأحزاب المتنفذة، إلا أن هذه الأحزاب سارعت لتهنئة الرئيس ورئيس الوزراء، ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني الذي خسر مرشحه السباق نحو رئاسة الجمهورية. طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد. ومن بغداد معنا دكتور خالد عبد الإله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. دكتور، ما نوع الحكومة التي سيشكلها عادل عبد المهدي؟ حكومة محاصصة كما جرت العادة، أم حكومة كفاءات كما يطالب مقتضى الصدر مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم لجميع مشاهدي التلفزيون العربي وشاكري هذه الاستضافة. بالتأكيد هذا هو يدخل في إطار اليوم الحسابات تنظيم الحكومة، بمعنى أن اليوم الكثير من القوى السياسية العراقية تطالب أن تكون هذه الحكومة حكومة تقدم الخدمات، حكومة تمثل جميع العراقيين، حكومة تتحدث عن المنجز الحقيقي والواقعي والميداني، بمعنى تحتاج إلى شخصيات تغنقراط قد يكون سياسي، بمعنى أن الأحزاب السياسية التي استطاعت أن تحصل على ثقة المواطن العراقي هي التي تقدم أسماء
والسيد عادل عبد المهدي هو الذي يختار، ولكن هنالك معادلة جديدة بدأت تتسرب بأن السيد عادل عبد المهدي قبل ترشيحه كحل وسط رئيس وزراء للعراق على أن يكون هنالك حرية في اختيار كابينته الوزارية بعيدا عن التدخلات السياسية، وهذا يعني القبول بالوسطية ما بين ما طرحه السيد مقتدى الصدر أن يكون رئيس وزراء مستقل وأن يتحمل المسؤولية في اختيار وزراء يستطيعون أن يحققوا الإنجاز بعيدا عن الضواغط وبعيدا عن المحاصصة وبعيدا عن كل الإرهاصات التي اصطبغت فيها العملية السياسية منذ 2005 ولحل هذه الحالة. لكن عفوا دكتور، لا تبدو هذه الصورة مثالية إلى حد كبير في ظل وضع العراق الذي يعرفه الجميع؟ هل ستسمح الأحزاب السياسية بأن تتشكل حكومة دون أن يكون لها حصتها فيها؟ يعني هذا هو هذا اليوم المطروح، هذه هي المسألة اليوم المهمة جدا الواقعية. اليوم ما حدث في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وأيضا من تكليف السيد عادل عبد المهدي من خارج القوى السياسية التي دخلت الانتخابات في 12 آيار، وما حدث من مشاكل في الانتخابات، هذا يكشف لك طبيعة اليوم ما تطلبه القوى الداخلية العراقية المؤثرة في داخل المشهد. دعوة المرجعية أن يكون رئيس وزراء حازم وشجاع ويستطيع أن يقدم إنجاز، وأيضا الضغط الشعبي لا سيما بالتظاهرات التي حدثت بالبصرة وكادت أن تعصف بكرة نارية تضرب كل جنوب ووسط العراق. لذلك أنا أتوقع هنالك ضواغط كبيرة، صحيح قد تكون هنالك تنازلات متبادلة، ولكن ما يترشح اليوم بأن يجب أن يكون رئيس وزراء الدكتور عادل عبد المهدي هو الذي يختار الوزراء بعيدا عن المؤثرات الحزبية لكي يتحمل المسؤولية، لأن مسألة الحديث عن أن الكتل السياسية تفرض على السيد عادل عبد المهدي مرشحيها فيما يتعلق بالحقائب الوزارية، هذا يعني العودة مرة ثانية إلى تقاسم المناصب. نعم. وبالتأكيد لا يكون هناك تغيير وأصلاح، وبالتأكيد يكون خارج إطار ما تدعى عليه القوى المجتمعية خصوصا المرجعية الدينية الرشيدة في النجف. نعم، والمظاهرات طبعا، مظاهرات العراقيين. شكرا لك دكتور خالد عبد الإله، أستاذ العلوم السياسية. نعم. في جامعة بغداد. أعلنت منظمة Human Rights Watch أن على لبنان تعديل قانون الجنسية الذي وصفته بالبالي والتمييزي لضمان حصول أطفال اللبنانيات وأزواجهن على الحق بالجنسية أسوة بزوجات الرجال اللبنانيين وأطفالهم. وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته إلى أن القانون الحالي يميز ضد النساء المتزوجات من أجانب وأطفالهن وأزواجهن، وذلك بحرمان هؤلاء من الجنسية اللبنانية، كما يؤثر في حياة الأطفال والأزواج من جميع النواحي. أكثر من عقدين من الزمن والصرخة لا تزال واحدة: أنصف المرأة اللبنانية. فالمرأة في لبنان اليوم محرومة من حق منح جنسيتها لأولادها، امرأة تخضع لقانون يكاد يمر 100 عام على صدوره، قانون يجعل أطفال المرأة اللبنانية أجانب. نحن عنا بالجنوب في منطقة أمنية تعتبر، هيدا بده تسريح. أنا مرة كنت طالع أنا وعائلتي رجعون، قال أنت بتمرقي الأولاد؟ لا. وزوجك؟ لا. ليش؟ قال لأنه مش لبنانية. أم لولدين، بما أنه بيهم أجنبي وأنا لبنانية، الأولاد ما عندهم الجنسية اللبنانية، فمنعمل لهم إقامات كل فترة وفترة. كثيرة هي قصص النساء المتزوجات من أجنبي في لبنان، وكثيرة هي الشهادات حول معاناة أبناء هؤلاء، شهادات وثقت شبكة Human Rights Watch العديد منها في تقرير نشرته الأربعاء تحدثت فيه إلى أكثر من 10 نساء وأولادهم. ليش ما بدهم يكونوا لبنانية؟ يعني عم بربيهم بلبنان، عم بيتعلموا كل شيء له علاقة بلبنان، ثقافتنا، طبيعتنا، تراثنا، بس بالنهاية رح يضلهم أجانب. ضمان اجتماعي ما في، تملك ما في، حتى إذا ورت أملاك بيو بدا ما في سجلها باسمه، الرواتب أقل من اللبناني، عدا المشاكل النفسية الثانية اللي بده يتعرض لها من المجتمع. وعلى الرغم من المطالبات المستمرة بتعديل القانون الحالي، ترفض جهات سياسية لبنانية عدة تلبية هذا المطلب لأسباب سياسية وأخرى طائفية. طلعي هيك
شوفي حالك عم تفقدي عائلتك شوي شوي. يعني أنا بفكر باللحظة اللي ولادي أكيد حيتركوا البلد لما ما يلاقي لهم شغل فيه. نحن عشنا 15 سنة حرب، عانينا لنخلي لبنان لقلنا، بس أنا لبناني أنا ما في عطشوني فبنقهر. معنا من بيروت مهند محفوظ، عضو في فريق العمل القانوني لجمعية رواد الحقوق. سيد مهند أهلا بك، استمعنا طبعا إلى شهادات بعض اللبنانيات المتزوجات من أجانب. بالنسبة لكم قمتم بحملات على مدى عقدين من الزمن، لم تحصلوا على أي جواب من قبل السلطات اللبنانية إلا بأن الأمر متعلق بالتوازن الطائفي. هل لديكم إحصائية عن تعداد الزيجات اللبنانيات المتزوجات من أجانب؟ أولاً مساء الخير لكم وشكراً للاستضافة. فعلياً بلبنان عندنا مشكلة الحقيقية بالأرقام. في غياب تام لكل الأرقام، الأرقام الرسمية اللي بتكون صورة واضحة عن أعداد هؤلاء الأشخاص المتزوجين اللبنانيات المتزوجين أجانب. هيدي مشكلة حقيقية، بس في بعض الأرقام اللي طلعت بتعطينا صورة ما فينا نقول إنه دقيقة. مثلا إنه عدد الفلسطين، يعني نحن أكثر شيء بلبنان الوضع بيكون بس نحكي عن إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لزوجها أو أولادها، بيطلع فكرة التوطين. نعم. خوف من التوطين وموضوع الوجود الفلسطيني بلبنان. ففي رقم بـ 2016 طلع أنه عدد الأشخاص الفلسطينية المتزوجين من لبنان هني تحت الـ 5000 شخص، تقريبا 3000 وبضعة مئات يعني. طيب بالنسبة لهالموضوع طالما تحدثت عن هي النقطة تحديدا، سيد مهند ما صحة ما يتم تداوله على تمرير، على أنه هناك مشروع لتمرير قانون يتعلق بمنح الجنسية لأبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب باستثناء الفلسطيني والسوري، هل هذا صحيح؟ فعليا نعم، قبل الانتخابات قبل الانتخابات النيابية اللي جرت مؤخرا بلبنان صار في حديث عن موضوع مشروع قانون لإعطاء الجنسية اللبنانية للرجال المتزوجين من اللبنانيات والأطفال اللبنانيات، بس مع استثناء الفلسطينيين والسوريين وسموه دول الجوار. هيدا القانون بيخلق تمييز آخر، يعني غادة عن التمييز الموجود بالقانون اللبناني اللي بيتعلق بالمرأة اللبنانية وتمييزها تجاه الرجل. تمييز من مرأة لمرأة، يعني المرأة المتزوجة رجل يعني أجنبي غير فلسطيني أو مش من دول الجوار، غير فلسطيني أو سوري، بيطلع له بحق له يأخذ الجنسية اللبنانية وأطفاله، بينما الفلسطيني والسوري. وهنا نأتي أمام تمييز آخر من نوع آخر. شكرا جزيلا لك من بيروت مهند محفوظ، عضو في فريق العمل القانوني لجمعية رواد الحقوق. أحدث العالمان الأمريكي جيمس بي أليسون والياباني تاسوكو هونجو الفائزان بجائزة نوبل للطب هذا العام ثورة في علاج مرض السرطان. وخلافا للأشكال الأخرى من علاج السرطان التي تستهدف الخلايا السرطانية مباشرة، أوجد أليسون وهونجو طريقة لمساعدة الجهاز المناعي للمريض على مواجهة السرطان بسرعة أكبر. بما قل أعلنت جمعية نوبل جائزة نوبل للطب لهذا العام إنه السرطان، وأي علاج يمكنه الحد من المرض الذي يقتل الملايين حول العالم لا شك سيكون مكتشفه أبرز المرشحين لنيل الجائزة. ووفق ذلك فقد فاز الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو بالجائزة لاكتشافاتهما التي فتحت بابا أساسيا لعلاج هذا المرض عبر جهاز المناعة. عمليا قادت أبحاث أليسون وهونجو كل على حدة إلى علاجات جديدة متطورة لأنواع من السرطان كان من الصعب علاجها في السابق، علاجات
وصفت بأنها اكتشافات حاسمة في المعركة ضد السرطان، وباختصار انطلاقا من دراسة البروتينات التي تمنع جهاز المناعة من مهاجمة خلايا الورم بفعالية. وبذلك غير قواعد اللعبة وأحدث ثورة طبية في طريقة التعاطي مع الجهاز المناعي يمكن عبرها محاربة السرطان وغيره من الأمراض. أريد أن أقول هذا بشكل متواضع، لقد أخبرتني لجنة نوبل عندما اتصلت بي هذا الصباح بأن هذه هي أول جائزة تمنح من أجل علاج السرطان. من حين لآخر يقول للناس أنهم تعافوا من المرض وأصبحوا يتمتعون بصحة جيدة بفضل أسلوب علاجي، وأنهم مدينون لي بذلك، وهذا فوق كل شيء آخر يجعلني أدرك أن بحثي كان مفيدا للغاية ويجعلني سعيدا. سيكون لهؤلاء الأطفال في الهند أمل، سيكون لديهم متسع من الوقت للعب وللحياة، وكذلك سيكون لأطفال آخرين حول العالم مثل هذا الطفل الأمريكي. فالمرض وخصوصا السرطان لا يميز بين كبير وصغير أو بين هندي وأمريكي. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد نجار. مرحبا دكتور، لماذا وصف إنجاز هذين العالمين بأنه ثورة في علاج السرطان؟ هو حقيقة اكتشاف كبير ولكنه صغير بنفس الوقت. هذا يفتح الباب حقيقة أمام دراسات كثيرة يمكن أن تؤدي في النتيجة إلى علاج أنواع كثيرة من السرطان، ولكن من حيث كبداية هو اكتشاف مهم ومهم جدا، لأنه يفتح الباب أمام يعني ابتكار طرق جديدة ومعالجات جديدة من حيث ضبط الأورام السرطانية والقضاء عليها كليا. الآلية ولو في عجالة تعتمد على يعني مهاجمة بعض البروتينات الموجودة أصلا على الخلايا، على سطح الخلايا المناعية اللمفاوية اللي تسمى تي سيلز، من خلال هذه الأدوية التي تستهدف PD-1 أو Programmed Death 1 أو CTLA-4 اللي هو Cytotoxic T Lymphocyte Associated Protein 4، وهي عبارة عن بروتينات موجودة على سطح الخلايا المناعية، إما تكتسبها اكتساب من خلال إيهام الخلايا السرطانية لهذه الخلية المناعية بأنها خلايا سليمة وبالتالي لا تهاجمها، كفي يعني عني واتجهي في اتجاه آخر. طيب دكتور، هل هذا العلاج يشمل كل أنواع السرطانات؟ لأنه في أنواع من السرطانات مميتة مثل سرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الكبد. لا طبعا، لذلك أنا قلت هو اكتشاف كبير ولكنه صغير، لا يعالج كل أنواع السرطانات. ما هو يعني approved أو تم ترخيصه يعني لنقل في الولايات المتحدة وربما لاحقا في بعض الدول الأوروبية، هو يعني سرطان الجلد الميلانوما والرئة وسرطان الرئة غير اللي هو non small cell carcinoma، يعني غير صغير الخلايا أو ليس ذي الخلايا الصغيرة، وبعض أنواع أو نوع من أنواع سرطان الكلى. هذه هي الـ يعني أنواع السرطان التي يمكن أن تعالج، ولكن حتى الآن لم نصل إلى يعني علاج شافي وكامل لهذه الأنواع من السرطان. المعركة مع السرطان ما زالت طويلة؟ ما زالت طويلة وما زالت مستمرة، ونحتاج الكثير مثل هذه الاكتشافات لنقل أن السرطان أصبح، وهذا ما نأمله طبعا. شكرا لك دكتور محمد نجار. شكرا. مشاهدينا العرب اليوم انتهى، ننتقل الآن إلى برنامج للخبر، بقية مع الزميلة نجلة أبو مرعي.